عياد يقربنا أكثر من هذا النجم الصاعد في سياق تقريره التالي. لم يعد من الصعب على الاتحاد المغربي لكرة القدم إيجاد نجوم يتألقون في أوروبا، بل أضحت التعقيدات مرتبطة بنيل موافقتهم على حمل قميص أسود الأطلس. قبل أسابيع قليلة أسدل الستار عن قصة منير الحدادي، لكن مسلسل النجوم الصاعدين من أصل مغربي لم ينتهي بعد. آخر الأسماء البارزة محمد الورياشي من مواليد 13 من يناير عام 96، هو جناح مهاري يجيد السرعة وهز شباك، كما أن هدوءه على أرضية الميدان لا يعني افتقاده لشخصية قوية. موحى كما هو معروف في العاصمة الكتالونية يعتبر عنصرا أساسيا في فريق الشباب المشارك حاليا في النسخة الثانية من دوري أبطال أوروبا. إنها مسابقة على الصعيد الأوروبي وهي أهم بطولة على مستوى الشباب، وإنها تجربة جميلة وعلي استغلالها، ونحن نتطور شيئا فشيئا لأننا في بداية الموسم وعلينا تحسين بعض الأشياء جماعيا وفرديا، وستكون الأمور أفضل. كمكافأة على تألقه في الآونة الأخيرة، سبق لمحمد الورياشي أن شارك في حصة تدريبية مع الفريق الأول برفقة نجوم كتشافي، بيكيه، سواريز، ألفيس وأدريانو، كما استدعي للفريق الثاني لبرشلونة تحت قيادة المدرب إوسيبيو ساكريستان. نصيبه الأولي من النجومية لم يظهر فقط على أرضية الميدان، بما أن اسمه تصدر صفحات اليوميات الكتالونية في أكثر من مناسبة. إنه لاعب يقدم إضافة للفريق ومستواه في تطور مستمر. أتمنى أن يصل قريبا إلى الفريق الأول كمنير الحدادي، وهذا سيعني أنه تقدم إلى الأمام. رغم حمله قميص إسبانيا تحت 17 عاما، فضل الورياشي في نهاية المطاف تمثيل المغرب، إذ يتواجد حاليا مع منتخبه الأولمبي في انتظار ضمان استمراريته مع أسود الأطلس من خلال مشاركته في مباراة رسمية مع المنتخب الأول. في المدينة الرياضية جوان غامبر يخوض محمد الورياشي معظم مبارياته مع برشلونة، لكن الفضاء الحلم بالنسبة لأي لاعب في النادي الكتالوني هو ملعب الكامنو. أشرف بن عياد، بي إن سبورتس، برشلونة.